وانت بتعمل اوردر بالليل عشان تاكل، الراجل اللي بيرد عليك بالليل ده عارف انك ضعيف جدا، لان المكالمه اللي بعد الساعه واحدة دي اللي بتطلب فيها فطيره سجق، فاكيد هو فاهم انت في انهي حته دلوقتي، فبيقدر يتلاعب بيك زي ما هو عايز بعروض بقى، مثلا من نوعيه ثلاث سندوتشات تاخد عليهم 8 تومية، او الوجبه العائليه الخمس افراد اللي عليها فطيره الكاستر بالمكسرات بالعسل بكل الاوبشنات بقى، جنوط وكاميرا خلفيه واي اوبشن في الفطيره هتاخده. وفي نوعين من الناس في حاله الاكل بالليل، في نوع بيوافق على اي حاجه، يعني الشخص اللي بيكلمه بيقول له اي حاجه، بيقول له مثلا خبز بالثوم، خبز بالثوم تحب تستفيد من العرض، لو ما اعرفش تستفيد بس يعني اوكي، تحب حضرتك تستفيد من العرض التوفير وتاخد خمس سندوتشات بسعر 4؟ احب، انا احب استفيد بصراحه، انا شخصيا لو في اي استفاده انا استفيد. في نوع بقى من اول ما بيتكلم، هو من اول المكالمه حبيبي لعابه ابتدى يسيل، يعني هو بيبقى رافض اي حوار يدور بينه وبين الراجل، يعني مش عايز اضيع وقت، هو تلاقيه بيقفل في العروض، يعني تحب تضيف اي حاجه مع الاوردر؟ لا، تحب تستفيد من العرض؟ انا مش عايز استفيد من اي حاجه. ده هو كل اللي هو عايزه انه يقفل السماعه يلاقي الاوردر في بقه، فمش قادر، فلا تعالى اللي انا قلته هاته اخلص. طيار الدليفري بقى اللي بيبقى جايب لك الاكل بالليل بيبقى حاسس ان هو شريك معاك في الجريمه، جريمه الاكل بالليل، فتلاقيه موطي صوته كده، بيركن بالراحه، خبط على الباب بالراحه، بيكلمك على التليفون بشويشه، ناقص يمسح بصماته من على التبس ويلبس دماغه شراب وهو داخل، هو عارف ان اللي بيحصل ده مش صح، وعارف ان انت عارف ان اللي بيحصل ده مش صح. بس بصراحه انا لما بطلب دليفري بالليل يعني بسيب له تبس كتير غالبا عشان اسكته، اللي هو الفطير اللي انت جايبها دي محدش يعرف عنها حاجه، انت فاهم؟ امسك. فين؟ انتوا مين؟ يا ابني شيل الغمامه اللي على عينيك دي، انت غبي، احنا مش مكتفينك. برجر؟
ازيك يا احمد؟ الحمد لله. تعرفت اسمي منين؟ شوف يا احمد، احنا نعرف عنك وعن بطنك حاجات انت نفسك ما تعرفهاش، فياريت بقى تتكلم على طول وتريحنا وتتعاون معانا. انا مستعد اساعد حضرتك باي حاجه حبيبنا. زود لك كاتشب، اسيح لك جبنه مسترد عليك. انت ايه رايك؟ ايه ده انت لذيذ قوي ودمك خفيف وبتهزر والله كان نفسي اعمل لك كفك كده ونبقى اصحاب، لكن الايد قصيره. انت يا حبيبي متهم بالاكل اكتر من مره بعد نص الليل، وشويه تهم تانيه توديك ورا الشمس. كل كلامك ده كذب، انا مظلوم، دي اكيد وجبه متلفقه لي. انت المنيوهات كلها ضد، قصدي المستندات كلها ضدك. كبده. بعدين بقى وبعدين، بس ولد، انت قلت مفيش سندوتش يعيط صح؟ انا هنا عشان اجيب لك حق، بس بقى نسكت خالص. مش بتشبه على الاخ؟ معرفوش. انت طبعا عارف ان المكالمات اللي انت بتعملها مع المطاعم بتبقى كلها متسجله. ليه؟ لضمان مستوى الخدمه. الله عليك، برافو، حافظ اهو. الساعه 2 بالليل يوم الثلاث اللي فات احنا سجلنا المكالمه دي. كبده شغل. الو، معاك كريب علاء؟ ايوه كريب علاء مع حضرتك يا فندم. انا عايز اعمل اوردر 2 برجر وواحد كريب بطاطس. رخيص قوي. انا فعلا طلبت الاكل ده، بس الحماتي انا ما اكلتش اليوم ده، كانت بايته وهي اللي بتحب تطلب بالليل. كمل يا كريب. واحد بطاطس بس. لا استنى، ده طلب حماتي. انا بقى عايز 3 كريب تشيكن كرانشي وزود لي الكرانشي. ذوق بشع. انا اصلا اليوم ده كنت شغال على الميزانيه بتاعت الشغل، فكنت محتاج حاجه عشان اطبق لحد الصبح. انا مستحيل، انا مش من النوع اللي بياكل وينام. يا ريت بقى الحاجات دي بقى بسرعه عشان انا هاكل وانام. دي كلمه كده عشان الاوردر يجي بسرعه، حتى انا ما زودتش على دول. هنشوف. اتفضل انت يا كبده وندهلي عبده. عبده، السلام عليكم. عبده، انت تعرف الولد ده؟ ده الاستاذ احمد اللي بيطلب الاوردر كل يوم بعد الساعه 2 بالليل. انت مالك فرحان كده ليه؟ انا كنت بطلب اكل عادي. عبد الظاهر ده انا ما اعرفوش ولا هو يعرفني، احنا ما نعرفش بعد عبد الظاهر، انسى خالص. بس بقى ما تصغرنيش قدام الناس بقى، يرضيك يقولوا ما اعرفش الزباين بتاعتي ولا ايه. انت ساكن في الدور الثالث، الشقه 3، وبتدفع 3 جنيه تيبس، وبتلبس روب ازرق داكن، ورقم تليفونك 010641. بس خلاص يا عبدو، عرفنا ان انت حافظ، برافو عليك، اتكل على الله. سلام عليكم. اظن كده خلاص. كلام بتاع عبده ده بيأكد ان الجريمه مكتمله الاركان وبتتكرر كل يوم. يا برجر بيه، انا سجل نظيف، انا اكيد مش هلطخه بشويه مستورده. انت عشان برجر باظظ الموضوع بشكل مختلف. عشان برجر فباظظ. فين كبده حبيبي يجي يعيط على الافيه ده؟ انت هتفضل طول عمرك زي القطط تاكل وتقلش. يا احمد، انت يوم 11 يوليو عملت جريمه اكل جماعي، قضيت فيها على 70% من سندوتشات الدقي، يعني مفيش فايده فيك. انا مضطر احولك على قسم الحموضه. لا حموضه، لا حموضه، لا يا باشا حموضه، اعتبر دي اخر اكله هاكلها. انت اللي عضيت اللقمه اللي اتمدت لك. وفين؟ في بيتك. وعلى ايه؟ على سريرك. وامتى؟ قبل ما تنام. وليه؟ لما مش تفاهه، هي بتبقى 3 وبتخلص. ماشي. ليها طريقه معينه. مفيش غير الحموضه هي اللي هتربيك. خدوه على الحموضه. حموضه لا، حموضه لا يا مستر برجر. افتكر قايل ايه؟ افتكر لي حاجه حلوه معاك. انت اوعى اوعى عبده، اوعى سيبنا نبعد. حموضه لا، حموضه لا. قال عشان انا برجر فببقى باظظ على القضيه. حموضه لا، حموضه لا. والله الولد لذيذ يعني، بيهزر حلو، هيوحشني. حمودة لا، ابعد يا حمودة، وحش ابنك. حمودة لا، حمودة لا، حمودة. الرايب فين؟ لا 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 لا، برجر تاني بالليل لا. الصبح بس لو نفسي عفتنا عليه، وبالليل خفيف خفيف بتزاد بس. لو انت عامل ريجيم فانت بتقنع نفسك ان طالما الساعه عدت 12 فانت مش هتتحاسب على الاكل ده النهارده. خلاص الاكل اللي بعد 12 ده هينزل في حساب بكره. عارف ليه؟ احنا
احنا بنظبطها مع نفسنا كده وبنبقى مرتاحين جدا. انت بتبقى بادئ يومك عادي جدا، انا النهارده هظبط اكلي وهقلل، مفيش داعي اكل بعد الساعه 9 ابدا، وفعلا ما بناكلش بعد 9، احنا بناكل بعد 11 خلاص زي ما اتفقنا مع نفسنا من اول النهار. الموضوع بيبدا معاك بتعارف بسيط كده، اللي هو يعني تفتح الثلاجه كده مساء الخير فاهم، تبص كده تلاقي في نور طالع وبتاع، تلقط شويه حاجات على الواقف كده، اللي هو باخد فكره يعني عن الحاجات، شوف الحاجات دي بتقول ايه. يعني ما تفهمش ازاي تاكل لقمه جبنه من هنا الجوع بيزيد، العكس تماما، يعني تحس ان كره التلج بقى بتتدحرج بقى من ساعتها. خلاص تبدا بلقمه بيتدرج، لانك بتفتح حلل تاكل حاجات ساقعه لغايه ما بتبدا تاكل عيش حاف، لغايه ما يخش عليك المطبخ يلاقوك لافف فويل على ودنك وبتفتح اكياس كاتشب بسنانك، منظر غريب بقى. خلاص ما انت مسكين يعني، انت بادئ يا عيني بجبنه، لسبب ما انت بتحس ان التلاجة هتقفل مش عارف ليه، مش هتفتح تاني غير بكره، فبتبقى عايز تخلص على كل المواد الغذائيه اللي فيها. الموضوع بيتخطى فكرة إنك نفسك في حاجة أو إنك جعان وكده، لإنك بتحوش سعرات أياً كان إيه مصدرها. عند مرحلة معينة بتبدأ تجيلك فكرة إن كفاية الهبل ده، كفاية اللي أنا بعمله مع التلاجة ده، بس كفاية، أنا هطلب أكل. مش خلاص تقفل التلاجة أخيراً بعد ما بيبقى يعني ما فيهاش غير حاجات ما ينفعش تتاكل. يعني طبعاً أنت بتكون خلصت الجبن وابتديت بقى تاكل الأدوية في التلاجة وتشرب الحقن اللي فيها، يعني توصل لمرحلة وحشة ما بيفضلش مثلاً غير يمكن فردة كاوتش وكمامة، ما تعرفش وصلوا هناك إزاي، بس ده اللي فاضل في التلاجة، وانت أكيد حاولت تاكلهم ما نفعش يعني لأي سبب. تبدأ بقى مرحلة إنك هتطلب. أخطر حاجة تعملها إنك تبقى مش عارف هتطلب إيه، تبدأ تفتح المنيوهات، لأنك تبقى ساعتها حاسس إنك تقدر تاكل كل الأكل ده. بتجيلك أفكار انتحارية بقى من نوعية إيه، اللي هو إيه اللي يمنع إن أجيب كبدة وبيتزا؟ إيه؟ مين قال ان الحواوشي يتعارض مع سندوتش الصبيط؟ مين اللي طلع القانون ده؟ الاكل بالليل اصلا بيطلب ميكسات، يعني هي الميكسات بدي افكار الميكسات كلها بتيجي بالليل. انا متاكد ان اي ميكس في العالم اتعمل بالليل. الساكالانس ده فكره جت لناس عباقره بالليل. الدويتو بتاع محمد منير وخالد عجاج ده اتعمل بالليل، اكيد فيش كلام. فتبدا تطلب حاجات انت يعني ما بتحسش بالندم عليها غير اول ما تخلص. خلاص تخلص تسأل السؤال البريء بتاع وانا ليه عملت كده، تبتدي تتجرح من جواك وبتتضايق جدا، فبتبقى محتاج تصالح نفسك، فبتطلب الحلو. بتخلص الحلو تفضل تتمشى في الشقة زي المجنون مش مصدق اللي انت عملته، ودي اللحظة اللي بتاخد فيها قرار، اللي هو انا هقلل من بكرة ومش هاكل بعد الساعة 9. بس هو للأسف الأكل بالليل من الذين جميل، إحنا بنحبه، جميل بنحبه لدرجة إننا كلام الليل بندهنه زبدة، تخيل، عشان يبقى له طعم كده. مش بيقول لك كلام الليل مدهون بزبدة؟ طب أقاوم إزاي أنا بقى؟ القهوة بالليل برضو تحس إنها غير القهوة الصبح، يعني شخصية تانية خالص. يعني الساعة بتعدي 12 بالليل من هنا وأم كلثوم تشتغل من هنا، تحس إن يعني كأن في تفتيش على القهاوي، لو قهوة مش مشغلة أم كلثوم تتقفل. تعدي 12 تلاقي دايماً في صوت كده سنين دنجين دنج آي آي بالليل كده، كل القهاوي في نفس الوقت. وبعد 12 بالليل ده لسبب ما بتحس إن الناس بقت طيبة كده، فهمش ليه، يعني تقريبا عشان الضغط بيخف او بنبقى تهدينا كلنا من الدوشه بتاعه النهار بتاع. تلاقي القهوجي بيقول لك خلي، وانت بتحاسب كده خلي، وتحس انه عايزك تخلي فعلا. تلاقيه بينزل لك المشروب وبيقول لك احلى فنجان قهوه للاستاذ هنا، انت بتفرح كده تحس ان ايه ده بجد، حضرتك اخترتني انا عشان اخد احلى فنجان قهوه في القهوه كلها؟ معقوله؟ في بيبقى في جو جميل، فهمش ليه. وتحس ان الناس بتقعد بالليل دول اسره مع بعضينا كده، خلاص مش بقى الزبون الطياري بتاع الصبح ده مشي، ما فيش، احنا ده الناس ده يعني السكان الاصليين للقهوه هم اللي قاعدين دلوقتي، ده زبون القهوه الحقيقي ده، ومن حقه كمان يشكك في الطلبات برضه، اللي هو يعني يعترض على المشروب ويتعمل له تاني، تعمل له غيره كده. والمعلم بيتعامل مع الزباين بالليل دول على ان هم عزوته يا رجاله، يعني فاهم، حبايبي كده مش زباينه ابدا. عدى علينا كده يسالنا مبسوطين يا رجاله، ولا ما تحرمش من خيرك يا معلم، مش فاهم ليه العلاقه بتتطور كده بالليل. عشان كده برضه عادي، بما انهم يعني وصلنا بعد الساعه 12 وبقينا اتاخرنا وقعدنا كده، تلاقيه برضه بيرفع الكراسي فوقيك يعني، ويجر الميه من تحتيك ويغرقك، ما احنا اهل بقى يعني فاهم، معلش غرقناك يا رجاله، ما تقولش كده يا معلم، جو حاجه تانيه خالص.
انت هتنام ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، دي تمرينه بعملها كده عشان خاطر بطوله الجمباز الاسبوع الجاي. علي انت اجازتك بكره. يعني اجازتي بكره؟ الجمباز بيقفل يعني ولا ايه؟ ما ينفعش اعمل جمباز مع الاجازه. ركز معايا، بقول لك اجازتك بكره، يعني النهارده نقدر نسهر مع بعض، ننقي الحاجات الاونلاين اللي احنا عايزين نشتريها سوا عشان ما نرجعش بعد كده نتخانق على الالوان. نيفين، انت بصيتي على جدولنا بكره؟ لا. انا وانت رايحين عند حماتي. انا هديك اوفر حلو، احنا مش هنروح لماما بكره بس نسهر مع بعض النهارده. يا بص، هو عرض مغري طبعا ان احنا ما نروحش عند حماتي بكره ونسهر بقى وكده، لكن شوف يا نيفين، دلوقتي انا بشتغل ايه؟ مهندس كهرباء. كويس. انت عارفه ان مصر فيها حوالي 10 مليون زوج وزوجه؟ لو كل زوج وزوجه من دول قرروا يسهروا ساعه زياده عن الساعات اللي هم بيعيشوها، انت عارفه ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ اللمبة الموفرة اللي انت شايفاها دي بتستهلك حوالي 20 واط في الساعة. ده معناه ان لو 10 مليون زوج وزوجة كلهم سهروا ده هيبقى دمار. ما بالك بقى الناس التانية اللي عندهم اللمبة الصفرة اللي هي الحريقة دي؟ تخيلي بقى كمان لو مشغلين التلفزيون، هيبقى خراب يا هانم، خراب. ماليش دعوة بمعناه. انا ماليش دعوة بمعناه. ليه؟ لان انا مش وزيرة التضامن يا علي. أنا كل الكلام اللي أنت بتقوله ده ما يخصنيش ومش مقتنعة بيه. ولا أنا، لأن فعلاً هي لفة كبيرة جداً. نيفين، أنا مش هقدر أخبي عليكي أكتر من كده. تخبي عليا إيه؟ نيفين، أنا ما كنتش قادر أقول لك من الأول إن السهر بيدمر الساعة البيولوجية للجسم. ممكن يدمر بشرة حساسة زي بشرتك دي. بشرتي؟ ايوه طبعا، لخبطه النوم، سهر ورا سهر ورا سهر، ده بيعمل حاجات داخليا ليها علاقه بالحرق وبحاجات كتير، ده غير الهالات السوداء اللي بتظهر تحت العينين مع جفاف البشره. يعني بيبقى شكلك كانك باندا، مش باندا بس، كانك باندا بشرتها جافه. باندا بشرتها جافه. تصبح على خير. وانت من اهله فعلا، عندك حق، سكة السهر دي مش سكتي خالص، انا عايزه احافظ على بشرتي. تصبح على خير. وانت من اهله حبيبتي. علي، انت رايح فين؟ كنت رايح الحمام. رايح الحمام بالشياكه دي كلها؟ ما هو بصي، اصل ده بيبقى احتياطي، لان ممكن حد مثلا الاقيه بالصدفه فنتصور. بتبقى رايح فين؟ القهوه. انا كنت رايح القهوه. القهوه. نيفين دلوقتي هو انا بشتغل ايه؟ مهندس كهرباء. عماد صاحبي بيشتغل ايه؟ بيشتغل مهندس بترول. علاء عنده اراضي. محسن بيشتغل في البورصة. إبراهيم بيشتغل مخرج. جمال قاعد بقاله فترة طويلة جداً ما بيشتغلش. لما العقول دي كلها تجتمع في قهوة واحدة، انت عارفة ده معناه ايه؟ ايه؟ معناه نقلة كبيرة، مشروع عملاق. ولما جوزك حبيبك يدخل في مشروع بالضخامة دي، فمهندس بترول على بورصة، على واحد عاطل، على عارفة ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناه فلوس كتير جداً. ولما حبيبك يبقى معاه فلوس كتير جدا، ساعتها اقدر اشتري لك الخاتم الالماز اللي انت نفسك فيه من 15 سنه. يا علي، كل ده في الاخر طلع علشاني انا. شفت انت ظلمتيني ازاي؟ انا اسف، حقك عليا. بس يا نيفين، بس يا نيفين، كفايه. خلاص بقى يا علي، ظلمتيني قوي علي. بس يا نيفين. علي، انا عندي سؤال معلش. اتفضل. هو انا بشتغل ايه؟ ما بتشتغليش. بس اشتغلك واشتغل 10 معاك. اهلا وسهلا. اسمع بقى، دقيقتين تبقى قاعد في الليفنج فاتح اللابتوب وعامل لي نسكافيه ومنور النور الليد ومنور لي اللمبه الحريقه وتستناني لحد ما اطلع لك. اتحرك. اوكي.
التعامل مع الليل بقى له علاقه كبيره جدا بان انت سنك قد ايه. يعني العلاقه دي بتبدا من وانت رضيع، طبعا زي ما احنا عارفين ان الرضيع ده هو ملك الليل، ده سبع الليل، ده الوقت اللي بيقرر ينشط فيه، عيط بقى، يصرخ، ينكد عليك، يعمل زي الناس. يعني هو بيحاول يفرض سيطرته على الفتره اللي بعد نص الليل دي. بنكبر شويه بنبدا نخاف من الليل، ان هو اللي بيحصل فيه كل الحاجات اللي احنا مش فاهمينها، اللي هي مش تمام. الوقت المفضل بقى للعفاريت والاشباح والشمامه اللي هتيجي تشمك، بيقعدوا بقى يقولوا لك كده طول النهار، لو ما غسلتش ايدك هتجي لك الشمامه، ابو رجل مسلوخه اللي لسبب ما يعني مشكلته اللي في رجله دي بتخوفنا، مع انها المفروض تخوفه هو على نفسه يعني، بس احنا ايه واحنا صغيرين كان ده بالنسبه لنا ده مخيف جدا. بس تخيل معايا اي حاجه من الحاجات دي الصبح هتبقى عادي، مش حاجه يعني. الشمامه دي لو جت الصبح هترحب بيها، جت في شمامه تقول لك يا حسام افتح حبيبي لطنط الشمامه عشان جايبه لنا حاجات من على السوق، عادي مفيش حاجه خالص. بنكبر شويه بقى بتخش في مرحله انك بتسهر، وان دي بقى هي الرجوله، ويبدا يعني يبدا الليل يبقى هو عنوان الشبحانه كده، فاهم؟ كل ما قعدت عدد ساعات اكتر بالليل كل ما بقيت راجل اكتر، واللي بيطبق ده بياخد زعامه الشله، خلاص انا مطبق بقالي ست ايام، فاهم؟ خدها مستريح كده، تحس ان في اتفاق ضمني كده بين الشباب ان اللي بيصحى بدري ده مش مظبوط، في حاجه غلط، يعني مش رجوله قوي بشكل ما كده. بعدين بقى نعدي المرحله دي فنرجع نخاف من الليل تاني. المره دي بقى مش عشان العفاريت، خلاص بيبقى عشان الشغل بكره، عندك بكره الصبح هتصحى له بدري، زائد بقى الطفل اللي هيصحيك من احلى نومه بعد شويه، وشويه النوم اللي كنت بتهرب منهم وانت شباب بتبقى عايز خمس دقايق بس، خمس، حتى لو الشمامه هتيجي تشمك، اما اكيد هي الخسرانه، يعني ده انا شقيان طول النهار، يا ريت تشمني، والله اصعب عليها، شمي. النهارده التلات، يا نهار ابيض، احنا بقالنا خمس ايام مطبقين قدام المسلسل؟ غريبه، ولا حسيت بيهم، دول عدوا هوا. بيبي، هو احنا ما ينفعش نمد شعر العسل شويه؟ كان نفسي، بس للاسف عندي ضغط في الشغل، ضغط رهيب. انت عارف لولا ضغط الشغل ده كنت هعمل ايه؟ كنت هتعمل ايه؟ هعمل موبايلي. ايه؟ مؤاخذة، باخد موبايلي اغير المسلسل بموبايلي؟ اولا شوف معلش بقى، مش معقول يعني هنقعد طول الليل نشوف المسلسل ده نص ساعه والواد هيصحى، عايز اشوف اي حاجه. انا اللي من حقي اشوف اللي يعجبني، انا اللي طالع عيني طول النهار وطول الليل مع الواد، مستخسر فيا حته المسلسل اللي بيهون عليا؟ طب ما انا طول النهار في الشغل وتعبان جدا وعليا ضغط فظيع، وجاي دلوقتي عايز اشوف حاجه على مزاجي، اشوف حاجه على مزاجي بقى. لا انا ولا انت. لا مش معقول، لا مش هتبقي انت عليا وضغط الشغل كده كتير. بصي كده كتير. هتعمل ايه يعني؟ هعمل أكيد هعمل. هو الدور كان على مين؟ إيه ده؟ إيه ده؟ دي مش مرجوجة، أرجع أنا بقى وخلاص.
الساعة 9 ده احنا سهرنا قوي. وايه المشكلة؟ خلينا نرجع يوم من أيام زمان أيام ما كنا عفاريت وبنسهر. وبعدين اللي هينهيمك دلوقتي؟ يعني هتفوت دواء اللي كل 8 ساعات؟ ما أنا برضو أخاف أسهر أفوت دوكها اللي هو كل 6 ساعات. أنا أقول لك على فكرة حلوة، تجمع الاتنين على بعض، أبو 6 على أبو 8. أبو 6 على أبو 8؟ يعني 14؟ لا لا، كتير كتير 14. يوه، ده أنا نسيت الضغط. ضغط إيه يا راجل؟ ما أنت طلعت معاش خلاص. الضغط ده الضغط، مش ضغط الشغل. خدي امسك الكورة دي عشان تقيسي لي الضغط. أنت عارفة لو ما كانش عندي الضغط هتعمل إيه يعني؟ هعمل. أنا هعمل. احنا علاقتنا بالليل يعني علاقة غريبة شوية برضو، اللي هو يعني وسعت مننا برضو في الأغاني. هو عموماً أي حاجة بتوسع في الأغاني، وما تعرفش احنا بنحبه ولا بنخاف منه ولا بنستغله. يعني علاقة محتاجة تأمل كده بصراحة، بيبان قوي قوي فعلاً في الأغاني. كمية الأغاني اللي جي فيها سيرة الليل كتيرة جداً، منها تفهم العلاقة اللي ما بيننا. يعني احنا مرمطنا الليل معانا في الأغاني، مفيش مرة نجيب سيرته غير ولازم نخليه يضلنا مصلحة. يعني مثلاً لازم تطلب منه شوية حاجات، اللي هو وانت واقف كده زي مثلاً: يا ليل ابعت سلامي للناس الطيبة، فكرهم بالمحبة وأيام الصبا. بعد إذنك، معلش. شوف الطلب صعب إزاي، معقولة يعني مش بعتينه مثلاً بحاجة يوصلها؟ لا، ده واخد على عاتقه انه يقعد مع ناس طيبه يفكرهم بذكريات سنين فاتت. هم اصلا ناس طيبين يعني بينسوا، انت فاهم؟ المهمه صعبه جدا. طلب تاني برضو يبين لك العشم اللي بيننا وبين الليل وصل لغايه فين. يقول لك ايه بقى؟ يقول لك: يا ليل طول شويه، معلش. يعني احنا بنتعامل على اننا في سنترال، فاهم؟ لا، طب بايدي حضرتك، انا اذا كان عليا مش عايز امشي، بس انا طبعا عامل ايه؟ ده غصب عني، ده سيستم. انا ماليش، معلش طول شويه، انا اول مره اجي لك. او امانه عليك يا ليل طول تاني، وهات العمر من الاول. ده طلبات تعجيزيه جدا، دي ما حدش يقدر عليها دي. بس مهما كان الطلب صعب، اهون من انك تنده عليه وما تقولش اي حاجه. يعني في اغاني نص ساعه فيها: يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليل يا يا ليل. نعم. ايه اعمل ايه؟ مفيش اي حاجه، انا بسلك صوتي بس، انا بجرب، مفيش اي حاجه. لا، والناس تقول الله بعد كل ليل دي. هو طبعا الليل قاعد مش فاهم، يعني انت والراجل ده بيقول كده ليه؟ والناس دي مبسوطه ليه؟ طب عايزين مننا ايه؟ في الاغاني برضو تلاقي الليل ما بيجيش لوحده، يعني دايما يجي معاه حد كده. يعني هو عارف ان احنا بنشقيه بقى، فتلاقي ايه؟ فتلاقي مثلا الليل واخره، فادي الليل بجراحه وناره، او الليل وسماه ونجومه وقمره وقمره تاني وسهره وانت وانا. يعني الموضوع قلب بنقطه. هشام عباس قال لك: يا ليلى يا ليلى يا ليلى، ما قالهاش اي حاجه، قعد يقول يا ليلى يا ليلى وخلاص سابها. هي لغايه النهارده مش عارفه فيه ايه. ليه هشام عباس اهتم بيا للدرجه دي وسابني؟ عمرو دياب علاقته بالليل برضه قويه جدا، عنده ليله من عمري، ليلي نهاري. بص، عمرو دياب بيحلف بالليالي اصلا، ده يعني الموضوع وسع منه. الشكوى بقى، اي حد بيشتكي يقول: مجروح يا ليل، تعبان يا ليل، وبعد يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل كتير تيجي فيه يا عين واحده. مش عارف ليه، يمكن التخصص بتاع العيون اصعب شويه. في حاجه مرتبطه ما بين الليل والتخطيط، مش عارف هي ايه. يعني انت بتبقى خلصت يوم طبعا يعني مليان بالاخفاقات والفضايح طول النهار، تيجي بالليل بقى تراجع نفسك وانت مريح على السرير كده، تقول ايه؟ انا هبدا من بكره، انا هبدا من بكره، انا هبدا من بكره، خلاص بكره، النهارده،
دلوقتي بال 31 سنه اللي فاتوا حاجه، ومن النهارده الليله ببكره احنا رايحين في حته. هبدا من بكره دي ضيعت اجيال طبعا. لسبب ما انت بتبقى حاسس ان المشكله اللي واقفه بينك وبين احلامك كلها هي ان الدنيا ليل، يطلع النهار بس وانا هوريكوا هعمل ايه. الله العظيم، انت عارف لولا ان احنا بالليل دلوقتي ده انا الخطط في ده جاهزه، ده انا ايه، ده انا هاكل النهار اكل. الخطط بقى بتبدا صغيره طبعا، بعدين تفضل تكبر منك. على الساعه 3 الفجر كده بتبدا عاده بانك هاكل صحي، من بكره هاكل صحي، بعدين انا هشتري مزرعه بعد ما اكل صحي، فابقى اشتغل عشان صحتي حلوه. بتوصل بقى لحد انك بتفكر تحكم العالم، يعني هحكم وانا باكل صحي. تقعد تتطور كده طبعا. من ضمن التخطيط برضو بيبقى التخطيط لحياتك اللي جايه، واللي اهم حاجه فيها شريكه الحياه بقى والبتاع. وغالبا بالليل كده والواحد بينام وبتاع بيختار شريك الحياه ده من اول اسم بيظهر على الماسنجر. لسبب ما بتحس ان هو ده اللي حلمت بيه، مش فاهم ليه. تقعد بقى تكتب وتفتح قلبك وتبدا الكلام كله بكلمه عارفه، ما اعرفش ليه لازم تبدا الكلام كده. انا ساعات بلا 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 مش عارفه، او اقول لك على حاجه ومش هتصدقيها، لازم الدخله دي. فما تكتبش بقى، ما تردش غير لما هي تقول لك يا ترى ايه. تقوم انت بادئ بقى ايه، عارفه انا ساعات بقى برضو. طبعا تصحى الصبح تحس ان كان في حد تاني ماسك الشيفت بتاع بالليل ده. مين ده؟ ايه اللي انا ما قلتش الكلام ده؟ مين دول؟ بس انا ما عرفتكيش اصلا اول ما شفتك. ما بص، كل الناس شافوني اختلفت كومبليتلي. ايوه ايوه، دي حاجه كويسه. ما موضوع الكاميرا بتتخن، كويس قلت لك الكاميرا بتتخن. ما انا بخس عشان الكاميرا اللي بتتخن والله العظيم. بس مفيش حاجه اسمها الكاميرا بتتخن. لا في ازاي يا احمد، ما تهدمش الاسطوره. لا اسالي عز لو سمحت، اسالي بتتخن على فكره. يعني ايه بتتخن؟ بتتخن والله. خلاص ابعدي عن الكاميرا شويه. ما ايه اللي بتتخن؟ التلفزيون جنبي بتاع العرض، هتلاقي عندي خدود في الشاشه اللي جنبي انت مش شايفها في الحقيقه. لا ده انا هعمل التجربه دي، مش هزار والله. نعملها انا واثقه من اللي انا بقوله لك. مره ثانيه على رواقه، وهنيجي وعز يبقى معاه كاميرا بجد والله مش بهزر، ويورينا. ايوه كاميرا وشاشه وانتي في الحقيقه ونصور. معلش بنصور، بس احنا لازم نصور ده بكاميرا، فالكاميرا اللي بتصور هتتخن. اي ما احنا هتبقى متوصله بقى بعرض، لازم تعمل قدام جمهور على فكره. ده لازم تجربه. نجيب شهود، يعني لازم تتفرج على الحقيقه وتتفرج على التاج. طب انت ان كنت قلت لي على النظام اللي انت ماشيه عليه، انت كنت بتعملي فيديوز ليها علاقه بالتخسيس وبالدايت ومش عارف ايه. هقول لك على حاجه، جربتي اكتر من النظام الاول؟ جربت 100 حاجه. عندك ذكريات؟ واحيانا كتير قوي دكاتره بيدوك حاجات على فكره هم ما بيبقوش مصدقينك انت من خلال تجربتك. يعني انا مثلا بادئه دايت من 2009 وانا طفله يعني. فاللي هو انت بتتكلم في ان انا بقالي تقريبا دلوقتي 11 سنه اوكي عامله دايت، فلفيت على كل دكاتره مصر تقريبا، عرفت كل الانظمه اللي بتدوها. يعني رحت لدكاتره توعيه كتير يعني بالمره. يعني كل حاجه بقى خلاص. يعني بلف. فمثلا الدكتور يكتب لي دايت فيه موز، دايت اكل موز بس. الدايت لا دايت وفيه مزايا ضمن موز. فاهمني؟ اكل انا المزايا دي حضرتك، انا بشم الكربوهيدرات تلاقيني فليتضخم الوحش. انا مش بتاعه اكل موز، انا مش بتاعه اكل عيش. انا اللي عايز اخس انا بقى كايتن وعندي قوه واراده وما عنديش مجهود ذهني في الشغل وعضلي وبتاع، ابنع الكاربس تماما. فانت قصدك ان مفيش نظام لحد محدد؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش، انت اللي بتجرب وانت اللي بتعرف جسمك ايه اللي بينفع معاه وايه اللي ما ينفعش معاه. انا اكتشفت كده في الاخر. انا كنت حتى قعدت فتره نباتي، كنت مبسوط قوي، بس في ناس كتير ما انبسطوش من النبات، يعني اجسامهم ما جاتش على النباتيه. ما اعرفش هل ده طبيعه الجسم ولا السن ولا ايه. طبعا مش دكتور، مش عايز افتي، بس انا قعدت شويه مثلا سنه كانت احلى سنه في حياتي. تخيلي. على فكره انت عارف ان بره بيعملوا حاجه اسمها بصمه الدم؟ اي نعم. في ناس كتير يمكن ما بتقول لك دي هلس وبتاع. بس لا، في ناس كتير قوي عرفوا عملوها في حتت بره مصر. وعرفوا ايه بالظبط الحاجات اللي بتدخلهم. لدرجه ان انا في قصه كنت بسمعها، ما اعرفش طبعا اسجنت اي كلام ولا بجد. ان في واحده كانت عايشه فعلا على السلطات، فاكتشفت بعد ما عملت بصمه الدم انها ما بتخسش بسبب ان الخس بيتخنها. الخس اللي احنا كلنا اصلا بنبقى في الدايت بناكله زي الارانب. دلوقتي بتدمري لي مقدسه ان الكاميرا بتتخن والخس بيتخن. انت فاهمه انت بتعملي فيا ايه؟ انا بقول لك اللي انا عارفاه وما قلتلكش برضه ان دي حاجه احنا مصدقينا 100%. انا بقول لك ان يعني دي قصه. يعني في الدايت انا امنع كاميرا وامنع خس اثنين. طب انت كائن نهاري ولا ليلي؟ انا نهاري.
افعلتك نمشي بقى. لا 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 خلاص مش مشكله، مصر تتكلم ناخد عن اول الليل، ناخد اول ساعتين كلام الليل ونتكل على الله عشان الوقت بس. يعني بتنامي الساعه كام مثلا؟ يعني في الايام اللي ما عنديش فيها شغل بنام الولاد على الساعه 8 9 بالكثير بيكونوا نايمين. أيوة. وببتدي انا بقى اعمل حاجاتي اللي انا ما كنتش عارفه اعملها وهم صاحيين معروفه. بنام على 11 11 ونص. هتغني بجد امتى بقى؟ هي الفكره كلها ان انا كنت قبل ما ابدا كممثله كنت اصلا بعمل البوم وكنت مجهزه منه 3 اغاني. جيت دخلت في التمثيل موجودين لسه بس تعب في الهدروب في الدرج بقى. اوكي. فجي استاذ محمد صبحي قال لي لا انت ممثله هتبقي كويسه وانا عايزك في المسلسل وتعملي مش عارفه ايه وبتاع. كنت كل ما اجي اقول له انا اصلي شايفه نفسي مطربه اكتر يقول لي انت ممثله هايله انا شايف انا عارف. أوكي. كان دايما يقعد يقول لي كده. قلت الكلام ده قبل كده؟ لا فعلا؟ اول مره تقريبا عشان ربطنا يمكن الغنى باستاذ محمد صبحي بالحاجات دي كلها. أوكي. ففي الاخر نسيت مشروع الغنى تماما والتمثيل خطفني وبيني وبينك قلبي ضعف شويه بعد ما حسيت ان انا اكدت نفسي شويه في التمثيل. يعني اول ما حسيت ان انا وصلت لمرحله معينه كده قلت انا هعمل بقى زي اللي هيبقوا رقصوا على السلم للي فوق شافوهم ولا تحت سمعوهم عارف. فخفت لحد دلوقتي ما كنت حتى يطلب مني ان انا اغني ببرنامج كنت بغني وانا مكسوفه جدا. في رهبه غريبه مع اني الاول لما كان حد يقول لي غني قبل ما امثل تلاقي الصوت اتفتح والحاجات طلعت. لا لا معلش ايه اللي باظ؟ معرفش الخوف. طب احنا اتكلمنا عن الليل واتكلمنا ايه تاني عن الليل ممكن نقوله عشان خاطر عمرو يستريح؟ اكرم حسني مره عمل حركه في منتهى، كان في ابو حفيظه بيعمل انترفيو في اخر كل حلقه عشان زمن الحلقه، فقال مش عارف كان مستضيف مين سخيف جدا هو عمل ابو حفيظه، قال له بص احنا عاملين انترفيو ده عشان نزود زمن الحلقه فهو قاعد معاه عادي كده بمنتهى. فبص فاحنا هنقعد كده ونشغل الكاميرات وبتاع ونقعد شويه يعني 4 5 دقايق واكيد الناس هتحب تتفرج علينا واحنا عادي. وقعد عمل قاعد كده والله العظيم قعد كده شويه مثلا دقيقتين. فمش فاكر مين الضيف بجد والله، مش فاكر كان مش فاكر مين، خالد سليم باين او حد. فقال له طب ممكن اقول حاجه؟ طب انا في حاجه حافظها ممكن اغني. فلا لا لا انت مش اي حاجه خليك احنا بنزود زمن الحلقه. غلس عليه للنهايه يعني فاهم. رهيب 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 اكرا. ماشي يا استاذ. شكرا يا استاذ. شكرا يا استاذ عمرو.